عندنا ريفيو بسيط انبوكسنج برضو نيو برودكت باي بانداي سبيريت نيبر. طبعا هذا ريكويرمنت لأي بيلت، إذا عندك حاجة تبنيها زي كده عشان تقطع البارتس من الرانر لازم يوز ذس. example يعني example سريع، هذا تامية قديم عندي من أول 5 years يعني you can cut it works الحمد لله. بس every while يعني الواحد should get something new جدد ليه لا. So Bandai Spirit made this. I'm not sure if it's their first time يعني يسوي حاجة زي كده. عادة كلها شركات تانية يكون God Hand مليان شركات من different countries. فإذا عندك interest في Gunpla ممكن this is highly recommended. Some description دحين صار اكتبه بالانجليزي على العلب او على other products، زمان كان كله بالجابانيز. And here it is. Feels great. ما عشان جديد يعني الواحد يقول انه it feels great. بس no reflex يعني بترجع القطعة بالحديدة هذه اللي هنا بترجعها much quick. I wonder إذا في stopper، أحيانا يكون في stopper عشان يا هنا هذه عشان السنون ما تخبط في بعض بقوة أو يعني يكون عليها pressure كبير. هو anyway يعني لازم يكون في pressure عشان تقدر تقطع على هذا، بس لا تجلس تخبط في هذا وبعدين الشاربنس حقتها تروح. تبغاها أنت دائما حادة يعني عشان تقطع بيها البارتس. فنأخذ similar part اللي قبل شوي كنا بنجرب، يعني جربنا this piece هنا بالتامية يعني نشوف إذا فرقت. يمكن clean على أساس إنه جديد، I'm not sure إنه if it's clean عشان is it better or not، بس it's bigger طبعا كبيرة وفي المسكة حقتها مريح أريح من التامية. تامية شوية رفيعة البارتس you can see the difference actually، واحد أكبر من الثانية فطبيعة حيكون هذا أريح. And here we go one more part very smooth يعني ما شاء الله. I think because it's new برضو يعني المنتج كويس جدا. So if we're losing focus هنا anyway there you go. Hope you like it. إذا ما عندك نيبر قبل كده أنصحك بهذا. إذا تبي تغير why not يعني، بس ما اقول انه في عيب ولا شيء، بالعكس جدا جيد. بعدين اللوك حق الديزاين حلو I like it. Okay thanks for watching.